الأبراج تخبرنا من نتزوج، متى نسافر، أين نعمل. كتبها ضمن الأكثر مبيعاً وبرامجها بين الأعلى مشاهدة، غير أن هناك من يراها خرافات وربما نوعاً من الدجل والاحتيال على العقول. فما حقيقة الأبراج؟ وهل تجيب فعلاً على أسئلتنا؟ هناك خلط شائع منذ القدم بين علم الفلك والتنجيم. الفلك وعلم يدرس كل ما هو خارج الغلاف الجوي للأرض، يستخدم الرياضيات والفيزياء لفهم نشأة الكون وكيفية عمله. استخدمته الحضارات القديمة في مجال الملاحة وحساب الزمن. بدأت نهضته بتحديد حقيقة النظام الشمسي، وتطور بوضع أول قانون لحركة الكواكب، ثم استخدام التلسكوب في اكتشاف الأجسام السماوية. أما التنجيم فهو الاعتقاد بأن النجوم والكواكب لها تأثير على الشؤون البشرية، ويمكن استخدامها للتنبؤ بالمستقبل ووصف شخصيات الناس حسب تاريخ ميلادهم. الحضارات القديمة طالما بحثت عن أجوبة في السماء. الفراعنة مثلاً استخدموا النجوم للتنبؤ بموعد فيضان النيل. أما البابليون فكانوا أول من قسم دولاب الأبراج إلى 12 برجاً. لكن ما هي الأبراج أصلاً؟ وكيف تعمل؟ تخيلوا خطاً مستقيماً يبدأ بالأرض عبر الشمس نحو النجوم القريبة، ويدور مع دوران الأرض السنوي. أثناء الدوران يشير إلى مجموعات من النجوم تسمى الأبراج، قد تكون 12 وتصل إلى 24 وفقاً لبعض الثقافات. فمثلاً لو أن شخصاً ولد في 4 أغسطس، هذا يعني أنه ينتمي لبرج الأسد، لأن هذا الخط أثناء ولادته كان يشير إلى مجموعة نجوم تشكل برج الأسد. لكن وجود هذه النجوم والأبراج لا يعني أن لها تأثيراً علينا. إذا أردنا أن نعرف العلم، فهو مجموعة من المعارف المبنية على حقائق قابلة للقياس، تتوافق مع المنطق، يمكن التحقق منها وتعميمها في قوانين، وتتوفر فيها عدة معايير، منها الاتساق، إمكانية الملاحظة، والقدرة على التنبؤ. إنه من الصعب جداً رصد الأجرام السماوية، فنحن بحاجة إلى تلسكوبات ضخمة لتجميع كمية كبيرة من الضوء لكي نرى ونحلل هذه الأجرام السماوية. علينا أن نعود إلى جذور التنجيم ونفهم أنه نشأ في مرحلة سابقة غابرة من الزمان لأسباب خاصة، معتقدات ميثولوجية أسطورية. فمن يدرس علم الفلك يكون قد حصل في البداية على الدرجة الجامعية الأولى في الفيزياء أو الرياضيات أو بعض التخصصات الهندسية، ثم يتخصص في علم الفلك والفيزياء الفلكية أو ممكن الكيمياء الفلكية. الالتباس يقع لأن المنجمين يستخدمون مفردات متخصصة وحسابات تحدد لهم مواقع النجوم، إلا أنهم لا يتبعون منهجاً علمياً، ولا يوجد دليل على أن هذه الأبراج لها تأثير على حياتنا. هو دراسات، وهو مثل ما قلنا بيستند على قواعد معينة فلكية وعلمية تعلم الواحد من بعض المراجع الكبيرة، وفي هلأ بعض المعاهد كمان يلي عم بتعلم الأبراج. وفيها كتير مجهود شخصي، وبده يكون واحد عنده جلد وعنده شغف تيقدر يتعلم هالأمور، وفي يتعلموها من أشخاص مع بعضهم بالأول. يعني كل الفلكيين يلي كانوا فلكيين يعني يشوفوا مسار الكواكب والفلك، اكتشفوا أنه في علاقة بين المسار بالفلك وشو عم بيصير على الأرض. ناسا تقول إن التنجيم ليس علماً بكل المقاييس. مجلس العلوم الوطني الأمريكي يصنفه في خانة الدراسات غير المبنية على أساس علمي. لكن في نفس الوقت يؤكد الكثير من الناس أن التوقعات والصفات التي يسمعونها عن أبراجهم صحيحة إلى حد بعيد. عندما يقتنع الشخص بفكرة ما، فإنه تلقائيا يتذكر دائما الدلائل التي تؤكد معتقده ويتناسى ما ينفي معتقده. نجيب كيف مسار الكواكب بهالسنة، كل يوم وكل جمعة وكل شهر وكل سنة، وعلى أساسها ندرس شو ممكن يصير من احتمالات. أنا ما بقول لا توقعات ولا تنبؤات، بنقول توقعات بس هي احتمالات ومنا حتمية. أكيد ما في شيء رح يتحقق 100%، بس في أوقات أمور كبيرة وجدية إذا واحد بتابعها بشوف قديش مهمة وقديش صارت، وحتى بفترات معينة. ليس هناك مجال للخطأ، هذا هو التنبؤ العلمي المبني على الفيزياء والحسابات الرياضية الفلكية. ومثل ما بيقولوا لي فلان بده يتجوز، فأقول لك بده يتجوزني فلان، ما بعرف العب،
ضيعت هيدي أو القبلية. طبعاً هيدي أمور هون بخلوا الناس يشككوا لأنه مش هيدا هو الفلك. محللون يرون أن التنجيم يعطي تفسيرات لما نعرفه بالفعل. البعض الآخر يربط تصديقنا للتوقعات بتأثير البلاسيبو، أي خداع العقل عبر شعور زائف بالإرضاء، تماماً مثل إيماننا بالحظ أو القدرات الحسية الخارقة أو العلاج المغناطيسي. يعني هناك فرع معرفي ما يدعى بالباراسايكولوجي، ما وراء علم النفس، لدى بعض الأشخاص هذه الموهبة في التنبؤ أو التواصل أو التخاطر أو إلى آخره، معرفة المستقبل بشكل يعني غير قاطع حالياً للبحث العلمي. وأنتم هل تؤمنون بالأبراج؟